الاصدقاء ديالنا ومع الكاب ديالنا، واللي تنفضلوا هو لومبيونس والجوجه مزيان شامبيون سو بيان كادر كلاب ثلاثه اللي جابه هو هذا الفرحه ديال طنجاوي على ما اظن طنجاوي وبيضاوي والحمد لله كانت مشاركة واعرة هي أنا وعاد ان شاء الله لومبيونس الدراري واعر لومبيونس داكشي واعر داكشي مزيان مزيان واعر تبارك الله السي حمزة الطموحات ديالك المستقبلية الميدان ديال هاد السباق النوع ديال السباقات ان شاء الله في داكار ان شاء الله نشارك في الرالي داكار بعد الناس ديال طنجة الناس ديال الشمال تيطاوان سعيمات قالوا لي ديما كتجي انت الاول واش بصح ولي جا الاول هنا واش غير اليوم اللي جيتي الاول ولا هذا جا الاولاني وما كيشوفش لكن كيشوف مصيبة واليوم كي جاتك لاكورس كي جاك التنظيم اليوم في مدينة بلادية لا لا مزيان تبارك الله عليكم والله واخا كاين شوية د الغش شكون اللي غش مزيان فاس وحنا تنقولك مع الناس البحر فاس وعليه مهم كنتمناو ورونكو البرودي اللي يديروا لنا البحر فاس ان شاء الله السلام عليكم بغيت نشكروا مدينة القنيطرة والناس ديال القنيطرة السلطات المحلية اللي عاونونا Alors j'ai envie de dire un truc,
France, la prochaine est la moi, en croyant en amateur et en jeune. Voilà, il n'y a que les comportements et trois qui manquent. Kévo, s'il te plaît, donnez-moi, la preuve. Voilà, il sera là à moi la prochaine. Nous passons à votre combat. Première, il n'y a que deux gagnantes sur cette carte. Biti. Merci beaucoup l'équipe Redma Arayel Immobilier. J'appelle à me rejoindre Dégouri et Sergio en notre compagnie. Pardon, je remercie. C'est Yerat. Bon ben, il connaît. C'est Ryan, directeur de Ryan Immobilier. هذا الحفل الرياضي الكبير على رأس السيد العزيز جلال الحكيم السلطات المحلية من 15 بشرية المحلية وكذلك جماعات المحلية يقدمون الدعم الكامل الدعم اللوجستيكي منذ ثلاثة الأسابيع ويشتغلون بكل جد السيد الرئيس اولا ثانيا الطاقم السيده المهندسه والطاقم المساعد لها اود ان اشكر كذلك باسمكم جميعا رجال الامن رجال القوات المساعده اللي سهروا معنا على النظام باش تمر الامور كلها بسلام ناس ديال الوقايه المدنيه اطباء اللي سهروا معنا على النجاح ديال هذا اعتقد انه اليوم مدينه القنيطره كيرجع لها التاريخ ديال الاصل هذه الرياضه هذه عرفات مدينه القنيطره منذ السبعينات وانا اتذكر وعمري لا يتجاوز 7 أو 8 ديال السنوات اول سباق ديال الرالي امام بلديه القنيطره يمكن السي سعيد صديقي يتذكر لان لو تور كان حدا معموره والبلديه كنت بقات تنسق معايا هذه الرياضه هذه خدات واحد الحيز كبير في نفوس القنيطريين اليوم مثلا هذا الجيل يرفع المشعل ويعاود يرد هذه الرياضه للمكانه ديالها المكانه الحقيقيه أسماء كثيرة في فاروق الشيش في السيد عريشي هذو لي ليدر ديال هذه الرياضة وأتمنى أن الشباب يأخذوا المشعل باسمكم جميعا أود أن أشكر السي صلاح والسي رشيد كذلك لأنهم بطبيعة الحال هذه التظاهرة ماشي من السهل التنظيم ديالها المجهود اللي قاموا به من اجل اننا نوصلوا لهذه المحطه هو واحد المجهود كبير لا ماديا ولا معنويا مره اخرى اشكر الجميع اشكر المشاركين في هذه المسابقه واتمنى لهم النجاح مستقبلا وشكرا tous les pilotes quad et motocross qui ont assisté à l'amicale mais durant ces deux jours là et comme ça Emily le واحد le واحد vraiment de course mais comme عارفيني عارف